فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ونبدأ نستقبل ضيوفنا. والضيف معنا من السعودية اليوم يجينا اللاعب السابق للفريقي حملم في سي بي، لاعب الباطن السعودي مهدي الصايص اللي حقق صعود مع ناديه الباطن للقسم الممتاز في السعودية. مهدي اهلا بك. مرحبا بك اخويا. شنو الامور خويا؟ لاباس؟ والله الحمد لله بخير، الحمد لله يا رب. اول حاجة مبروك الصعود ويعطيكم الصحة، غادي مشرفين التوانسة غادي في السعودية، مش كان انت غادي جالية كبيرة غادي ومتألق. يبارك فيك والله الحمد لله. صحيح كما قلت انت، تو ثلاثة فرق اللي من أكثر اللي هما باش يصعدوا كلهم فيهم توانسة الكل، سواء مدربين ولا لاعبين. هو اللي يلعبوا على الصعود تو الأكثرية مازال العين ظهر لي فيه الفزاعي والجويني هكا. الجويني والإطار الفني زي حبيب بن رمضان زاد التونسي، والقادسية اللي فيها الإطار الفني زاد يوسف مناعي تونسي زاد. وأنت زاد مش وحدك، أنا معاك ظهر لي صديق الماجري. أنا معايا صديق الماجري زاد، أنا نفس ليكيب. باهي دونك احكينا شوية على الصعود هذا مهدي، كيف جاء صعيب سهل؟ هو ظل العين كانت لولق اول الموسم، بعد ظل رجعتوا انتوما. والله صحيح من اول نحب نشكر اللي تريضا جدي، هو اللي كان اول موسم وراء الانتداب نتاعي في النادي لهنا، بعد هو مشي على روحه وخدم خدمته، بعد مشي على روحه وبعد كما قلت انت صعيب السيزون كانت سيرتو مع الكورونا، الناس الكل معناها تعرف قعدنا احنا والعين والقادسيه كل مره واحد هو اللي يقعد في البوست الاولى. الحمد لله توا من بعد الكورونا لعبنا سي ماتش ربحنا فيهم خمسه وعملنا ماتش نيول اللي خليونا معناها هما تعثروا الفرق اللي تحنا، خليونا اللي احنا توا ناخذوا المرتبه الاولى على اربع نقاط بعاد، ومازال اربع ماتشات حققنا الصعود الحمد لله. كان الهدف نتاعكم من الاول الصعود من اول الموسم ولا جد تبعها؟ اكيد اكيد، هو الفريق الباطن كان في الدوري الممتاز والموسم اللي تعدى تحل الدرجه الاولى كان من اول الموسم الاوبجيكتيف نتاعهم هما يحققوا الصعود، والحمد لله معناها اللي صحيح سعينا وراه حققناه، وتوا معناها تعرف معناها الناس ديما تحب تقدم، ما عادش الصعود وصعدناه، تو احنا الاوبجيكتيف الاخر هو نحققوا الدوري ونهزوا الكوب. ما فهمتكش شنو تاع معناها نجيو الاولانيين باش نهزوا الدرع كما يحبوا يحبوا. فهمتك، نسحب باش تحكي لي على السيزون الجاي بتهزوا البطوله في السعوديه. لا 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 لا، نقصد على العام هذا. فهمت. باهي مهدي ظهر لي انت هداف السنه، ظهر لي مش كان مدافع معناها، ظهر لي نتبع فيكم انا، ظهر لي تقريبا خاصه بعد الكورونا ظهر لي ديما تماركي وماركيت بانتظام. والله صحيح صحيح، لي دو ماتش اللي خلاونا معناها ناخذوا نحققوا فيهم الصعود هما كانوا بونتوات ديسيزيف مني، بونتو فيهم في اللي ربحنا نزيرو في 80 دقيقة، واخر ماتش طلوع زاد كيف ربحنا 2-1 وانا ماركيت البونتو الثاني. الحمد لله يا ربي، الحمد لله واحد يخدم على روحه ويمن بروحه وتوفيق من عند ربي. فرحانين بيك اكيد ما لغاتي. اكيد الحمد لله، انا فرحانين بينا الكل والله، حتى صديق زاد ما شاء الله احسن حاجه اللي صارت لي هي دوز اكسيو، معناها احنا توانسه ولاعبين مع بعضنا قبل في بنزرت، دونك هذا اللي خلينا من احسن من اكثر الحاجات اللي عاونتنا باش نصعدوا، سيرتو عندنا احسن ديفونس احنا كما قلت لك، معناها الصديق هذا كيف عاوننا بعضنا الزوز اللي خلينا نصعد الحمد لله يا رب. ومو بريميت فرحوا بكم ولا؟ والله الحمد لله فرحين بينا، ومازال توا البريم الكبيره نتاع الصعود مازلنا ما قالوش عليه، وربي يسهل فيه. اي شنو مستقبلك معاهم؟ نجموا نشوفكم مع نفس الفريق العام الجاي ولا فما حاجه اخرى ولا كيفاش؟ والله صحيح هذا هو الاوبجيكتيف نتاعي من اول ما جيت انا، صحيح ممكن واحد من تونس جاي الدرجه الاولى لهنا كان الاوبجيكتيف نتاعي اوكي واحد يرجع بالتوالي شويه باش بعد يقدم، معناها هذا هو اللي بشكل نتاعي من عامناه ولا انا جيت هوني. ان شاء الله مازال ما فما حتى شيء رسمي حديث وبرا، معناها ما فماش حاجه اوفيسيال، هذاك هو اللي بشكل نتاعي ان شاء الله نواصل معاهم، مازال ما فما حتى شيء رسمي. انت عقدك يوفا ولا مازال؟ عقدي يوفا في كيتوفا شامبيونا. تخمم عوده لتونس ولا الاولويه نتاعك تبقى غادي تلعب مع الفريق نتاعك في الممتاز؟ والله الاولويه اني نلعب في الممتاز، انا سورتو اللي شفت كل شيء على عينيا الحقيقه.
برشا برشا حاجات ما غير ما ندخلوا فيهم برشا حاجات موضوع طويل معناه اللي هنا خير برشا الحقيقة. مهدي ديما يتطرح اسمك العودة للنادي الافريقي فما حاجة ولا لا؟ لا في الوقت هذا لا في ديسمبر تربط شوية لسه بشوية بس وكهو معناه ما سهلش ربي معناها ديما معناها حاجة النادي الافريقي واسمي ديما مربوط خاطرني انا ولد جمعية معناها حتى لو كان ما تربطش بالفريق نرجع نلعب به ما قلبي هنا مربوط بالنادي دونك ما فهم حد شيء الحقيقة. انت تخمم ترجع نهار ولا ساي صفحة وتويت؟ انا قلتها مرة وقلتها معاك زيادة مرة في انترفيو كان ربي ما سهلش نرجع وانا جوار ربي سهل نهار اخر انا عندي اوبجيكتيف نولي انترنور نهار اخر علاش ليه نرجع انترنور ما ديما الحاجه هذيا ديما عندي في مخي علاش خاطرني ولد الكلوب عملت 10 سنين في الكلوب وتمنيت اني نهز بيتر في السينيور وديما اللي ما هزي ما عملتوش دونك ديما الحاجه هذيا تقعد في مخي معناها. يعطيك الصحة شكرا ليك مهدي بالتوفيق ليك ان شاء الله مع فريقك السعودي والف باقي مسيرتك حتى وين باش تكمل ان شاء الله الموسم القادم. عايش كسلام عايش دونك مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة متاع العشية موزيكا وبعد راجعين.